إننا نتوجه إلى أم القائم. يا شبيهة أم موسى ويا ابنة حواري عيسى، والشرف الباذخ حين نقول يا أم القائم. هذا الاسم من أحب الأسماء إلى قلبها، ومن أحب الأسماء إلى قلب إمام زماننا. ورد عندنا في بعض الروايات من أننا إذا خاطبناه بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا، ينظر إلى مخاطبه. هناك وسائل نستجلب بها نظر الإمام، فحين نخاطبه القائم، القائم، إنه ينظر إلينا. ومن هنا يستحب القيام عند ذكر هذه اللفظة، لأن الإمام ينظر إلينا، هذا هو السبب في القيام. السبب في القيام هو هذا. فمن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا واحتراما، فإن الإمام إذا ما ذكر بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا تأدبا. قطعا إذا كنا نستطيع، ربما في بعض الحالات لا نستطيع القيام لأي سبب من الأسباب، إذا كنا قادرين على القيام وذكرنا الإمام بهذا الاسم، نحن، أنا ذكرت الإمام بهذا الاسم وكنت قادرا على القيام في موقف، في محل، في مقام مناسب أن أقوم، يستحب لي أن أقوم احتراما وإجلالا لمولاي الذي ينظر إلي. ومن شأن العبد إذا ما نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا احتراما، وأن يقوم استعدادا للخدمة. فإن المولى إذا نظر إلى عبده فلربما كان يريد منه حاجة. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، إذا سنحت فرصة سنتحدث عن معنى القائم، ولكنني أتوجه إلى أم القائم وأمد، لا أقول يدي، أمد عقلي وقلبي متوسلا أن توجهني التوجيه الصحيح كي يكون فهمي سليما وصحيحا، وأنا أتحدث عنها وأنا أتحدث عن شؤونها.